لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري السوري العميد أحمد رحال. أهلا بكم سيادة العميد. أهلا بكم، حياكم الله. سيادة العميد، كيف تقرؤون استقدام نظام الأسد للمزيد من التعزيزات العسكرية لإدلب؟ يعني واضح أن 3.5 مليون سوري في الشمال كانوا يعيشون مرحلة قلقة على الأقل، يمكن أن تقال في الفترة السابقة، هل هناك عمل عسكري أم لا؟ أنا أعتقد اليوم أن الأمور حسنت، لأن العملية العسكرية أو الحرب على الشمال المحرر أصبحت أمر واقع، وأن تركيا بكل جهدها لم تستطع أن توقف تلك الحرب، لأن مطامع الأسد وإيران وروسيا أكبر من قدرة تركيا على ضبط العملية. نعم، هناك حشود على الجبهة الساحلية في جبل الأكراد في تركمان، على محور الصراف، على محور الحدادة في الصنفة، في مدرسة المجنزرات، هناك في ريف حما هناك حشود، وهناك أمر يعني مؤلم أن نقوله، من أن بعض مقاتلي المصالحات في الجنوب، حوالي 500 مقاتل الذين انضموا وخانوا أهلهم في الجنوب انضموا إلى نظام الأسد، أيضا وصلوا إلى ريف حما كي يقاتلوا من كانوا إخوانهم بالأمس. سيادة العميد، هل يمكن ربط عدم توصل وزيري الخارجية التركي والروسي لاتفاق أو تفاهم حول إدلب بحشد الأسد للمزيد من قواته في إدلب، أم أنها خطوة روسية محضة للضغط على تركيا؟ يعني الحشود الأسدية كانت قبل اللقاء، بمعنى أن نظام الأسد يريد هذه المعركة، إيران تريد هذه المعركة، حزب الله أيضا يريد هذه المعركة، وبالتالي هم يتحينون الفرص لإفشال تلك المفاوضات. هذه النقطة. النقطة الثانية أن عقدة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة أو القاعدة مع تركستان مع حراس الدين لم تحل بعد، بمعنى هؤلاء مصنفون على قوائم الإرهاب. تركيا لم تستطع بجهودها الدبلوماسية من والسياسية من إيجاد حل، وبالتالي ألقت الذريعة الروسية على جو المفاوضات، وبالتالي لافروف كان كلامه واضح من أنه سيقوم بعملية قصف قتال، وهو يعتبر أن كل من يقف بوجه الأسد إرهابي، وبالتالي روسيا أمام تلك الحجج والذرائع تجد الطريق مفتوحا، وأن أنقرة لم تستطع أن تسد تلك الذرائع الروسية والأسد. بناء على هذا الحديث، برأيكم كيف تبدو المعارضة في استعداداتها لهذه المواجهة العسكرية؟ يعني أنا أعتقد لو أعطيت فرصة حقيقية ووعود وضمانات دولية للمعارضة السورية كانت تخلصت من هيئة تحرير الشام وأوجدت الحل العسكري أو السياسي وأبعدتها عن المنطقة، لكن في ظل وجود هذا الحشد من إيران وحزب الله ونظام الأسد على المنطقة، فلا أعتقد أنه من العقلانية لفصائل المعارضة أن تترك الحدود وتلتفت نحو الداخل لتهيئة أو لتركيب أوضاع المنطقة وإخراج النصرة. وبالتالي أنا أعتقد اليوم أمام هذه الحشودات قد تكون هناك قطاعات عمل منفصلة ما بين هيئة تحرير الشام ما بين المعارضة، لكن المعارضة أنشأت 5 غرف عمليات بدءا بالساحل وجسر الشغور سهل الغاب ريف حماة إدلب ريف حلب الغربي، ترتبط بغرفة عمليات مركزية، وأبعدت هيئة تحرير الشام على أن تشارك وتركت لها قطاع مستقل، بمعنى أن المعارضة ستحارب أي هجوم على إدلب لكنها بالتأكيد لن تتعاون مع جبهة النصر. في ظل تداول حديث عن عمليات نوعية لاستهداف فصيل بعينه في إدلب كما تفضلتم، من وجهة نظر استراتيجية برأيكم ما مدى إمكانية تنفيذ عملية نوعية على هذا المستوى مع تجنب إسقاط خسائر بشرية وسط المدنيين؟ يعني التجربة علمتنا أن أولا إمكانية الفصل أمر مستحيل، يعني جبهة النصرة تسيطر على حوالي 60% من مدينة إدلب وريفة، وبالتالي عملية الفصل ما بين الفصائل أمر صعب، ما بين المدنيين والعسكريين أيضا أمر صعب، لكن التجربة علمتنا أن نظام الأسد وروسيا دائما لا يستهدفون الفصيل الذي يصفونه بالإرهاب، بمعنى أن معركة حوران آخر فصيل تم إخراجه أو قتاله هي تنظيم داعش، بينما في البداية كانت الحرب موجهة ضد الجيش الحر وفصائل الجيش الحر. أيضا في الشمال تنجد أنه غدا الطائرات الروسية والطائرات الأسدية والصواريخ والدبابات ستستهدف مقاتلي فصائل الثورة وليس جبهة النصرة، وتركها شماعة لاستمرار الأعمال القتالية الروسية والأسدية. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري السوري العميد أحمد رحال، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.